في منطقة البحيرة 2 بالتحديد في مقهى 716، كما قاعدين تشوفوا الأجواء انطلاق الرسميات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي يلاقي اليوم المنتخب الإنجليزي. أول مباراة التوانسة الكل تعرفوا بقلوبهم موجودين، التوانسة اللي في روسيا، التوانسة اللي قدام تلفزهم، التوانسة لهنا اللي في القهاوي، الناس الكل مع المنتخب الوطني التونسي، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. ولهنا معنا جيروم تاع 716 وهبي جارسي، يبدو أنه حضرتوا مفاجأة للكليونات نتاعكم اللي جاوا يتفرجوا على المنتخب التونسي اليوم قدام المنتخب الإنجليزي. والله هاك تشوف اليوم الاجواء، ناس شيخه، ناس فرحانه، ناس نسيت السياسه، نسيت كل شيء، ناس جايه تحب تفرح، تحب فرحه، تحب تخرج فرحه. عملنا لهم جو اليوم خاص جدا، جبنا لهم مراول، جبنا لهم كل شيء، معناها كل شيء ما يلزم باش يشجعوا به باش نفرحوهم، وان شاء الله هما يفرحونا يا ربي. اليوم في صورة ما ينتصر المنتخب التونسي على المنتخب الإنجليزي، شنو هي المفاجأة اللي حضرتوها لكليونات؟ اليوم حضرنا مفاجأة لكليوناتنا في 716 الكل، كان إن شاء الله يا ربي تربح تونس، الناس كل هذا اللي تشوفوا فيهم الناس كل بلاش من عنا نحن إن شاء الله. واضح، إذا كما قاعدين تشوفوا هذه هي الأجواء، التونس الكل قاعدين ينتظروا على حرب الجمل انطلاق أول مباراة رسمية في تظاهرة الأكبر في العالم، كأس العالم روسيا 2018، إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. احنا مازلنا موجودين ننقلوا لكم اجواء التوانسه الكل اللي قاعدين يستناو في منتخبهم اللي ان شاء الله يا ربي يشرفنا، وان شاء الله الرايه الوطنيه ديما ترفرف الفوق، وحتى شيء ما هو مستحيل بالجرينتا بالعزيمه بالقليب، حتى شيء ما هو مستحيل على اولادنا على نسور كارتاج، حتى شيء ما هو مستحيل. انضم صوتي لصوتك امين متيراوي.